مساء الخير. اليوم المحاضرة للعنوان العرب بين الواقع والتطلعات. كلمة عرب أنا مني قاصد لا وحدة عربية ولا قومية عربية، هي مجموعة البلدان الموجودة بشمال أفريقيا وبالمشرق لسوريا، لبنان، فلسطين، العراق مع الجزيرة العربية. الموضوع هو حناخد هالدول ونشوف وضع. طبعا بالبداية سنضيء على الواقع العربي من خلال الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لنرى أين العرب من العالم. وطبعا البداية ستكون بإلقاء نظرة على أقوى اقتصاديات العالم واتجاه هذه الاقتصاديات من خلال القرن 21. بالبداية حتحدث حيكون في جداول نشوف الاقتصاد العالمي بين 2016، 2030، و2050. سمت تحول في ميزان القوى الاقتصادية لصالح الدول الصاعدة اقتصاديا وتحديدا الآسيوي، ليصبح هذا القرن آسيويا بامتياز في ظل ما ستحققه هذه الاقتصاديات ودولها من معدلات نمو وطفرات تنموية عالية. كل شيء حنحكي مش آراء، فقط حنحط أرقام. هل الأرقام منقدر تعطينا صورة عن الواقع ونحلل سياسياً شو فيه؟ هل ممكن نستشرف المستقبل من خلال الأرقام؟ حنشوف. وهذا ما خلصت له دراسة لمجموعة إيكونوميست البريطانية عن الأنماط الاقتصادية العامة في العالم حتى 2050، مستخدمين الإحصاء السنوي الذي يقدر الناتج المحلي الإجمالي لكل اقتصاد فضلاً عن التركيب السكانية ومعدل نمو القوى العاملة والزيادة في رأس المال البشري والمادي وإجمالي نمو الإنتاجية استناداً إلى عنصر التقدم التكنولوجي. طبعاً حنشوف هلأ ثلاث جداول. الجدول الأول هو الاقتصاد العالمي من 2016. حنشوف في 10 دول اللي هي أقوى شيء اقتصادياً، الولايات المتحدة رقم 1، الصين 2، اليابان 3، وصولاً رقم 10 اللي هو كندا. وعندنا الدخل الوطني لكل دولة من هالدول، أمريكا 18 تريليون دولار، وصولاً إلى كندا 1.6 تريليون دولار. هل هذا يعطينا تصور حقيقي عن قوة هذه البلدان؟ الحقيقة بدنا نضيف معلومات زيادة لنقدر نقارن. لما نضيف التعداد السكاني لكل بلد حنكتشف مثال انه فرنسا 66 مليون، الدخل 2.4 تريليون، كندا 35 1.6، يعني اذا قلنا انه السكان بفرنسا ضعفين يعني معناتها حالة كندا الاقتصادية أفضل بكثير من
فرنسا، هل هذا حقيقة؟ نحن إذا بناخذ بس موريال لوحده حنشوف في 88 ألف فرنسي إجوا يشتغلوا في موريال، تركوا فرنسا. حتى هون هالعدد هذا الكبير عملوا لهم محل خصوصي مشان الجبنة الفرنسية. يعني نحن قدرنا من خلال إضافة إلى الدخل نحط السكان، قدرنا نشوف وضع فرنسا. هلا شغلة تانية هل ممكن نشوفها نحن ونقدر نفهمها من هالجدول هذا؟ الاتحاد الأوروبي 28 دولة، وفي دولتين اللي هني قوية، ألمانيا اقتصاديا، فرنسا. إذا فرنسا ضعيفة وألمانيا مكبلة باتفاقيات كثيرة بعد الحرب العالمية الثانية، ممنوع تحارب، ممنوع تصنع سلاح، مع أنه بصنع كل أنواع السلاح من الطيران إلى الدبابات، منشوف أنه الاتحاد الأوروبي بمجمله حيكون ضعيف. هل هذا اتجاه من الاتجاهات؟ حنشوف لما منقارن الـ 2016 بالـ 2030 ونشوف هل الاتحاد الأوروبي كدخل بالنسبة للعالم هل يرتفع ولا ينخفض؟ حنشوف. طبعاً بهذا الجدول ممكن نعمل عليه وحده محاضرة ونعمل مقارنات الفكرة أنه من خلال المعلومات إذا شخص بيحللها صح قادرين نعرف شكله الطريق وشكله الاتجاه اللي صاير بالعالم. طبعاً طرق شيء جديد، أول شغلة الصين أصبحت القوة الأولى، الولايات المتحدة الثانية. ما بس هذا اللي التغيير اللي صار، إذا منركز حنشوف أنه في دول جديدة دخلت اللي هي المكسيك، اندونيسيا، روسيا. المكسيك معروف أنه هي بلد المخدرات والجرائم والعصابات، كيف صارت دولة صناعية وتكون من العشرة الأوائل؟ لازم نفهم العولمة، ونحن بالذات العرب لازم نفهم شو معنى العولمة وشو تأثيرها علينا وشو ممكن نستفيد من العولمة، حتى إذا كنا ضد العولمة في إفادة، بس لازم نعرف شكلية بالضبط تحديدا. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والقوة الوحيدة اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية، اجوا عملوا مع كندا، بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. المكسيك هلا دولة صناعية لأنها تصنع السيارات لجميع الشركات العالمية. طبعا اندونيسيا اصبحت قوة اقتصادية لأنه عندها كثافة سكانية 257 مليون. نرجع للسكان، هلا ممكن أنت تقلي إنه الهند 1.3 مليار وساها لا تزال بالدرجة الثالثة، في حين أمريكا بدأ 321 مليون بال 2030 ولكن بالمركز الثاني. ولكن إذا منروح على 2050 حتتفاجئوا الصين رقم واحد، الهند رقم اثنين، أمريكا رقم ثلاثة. وإذا منتطلع منشوف الإنتاج المحلي يتدرج من 58 تريليون 44 34 10 7.5 7
يعني نازل بالتدرج. اذا بنطلع على السكان كمان نازل يعني للمستقبل، الكثافه السكانيه اذا في استقرار وحبيت تطور البلد حيصير في تنميه وينمى البلد. الا مثال باكستان عندها كثافه سكانيه ولكن ما دخلت ضمن العشره لانه عندها مشاكل البشتون، المهاجرين اللي اجوا من الهند، افغانستان داخليا مذهبيا في صراعات، 188 مليون وما قدرت تحل تكون اكثر مثلا انتاجيه من روسيا او حتى بريطانيا اللي هي 65 مليون في حين هن 188. يعني اذا العامل السكاني عامل مهم ولكن ما بيؤدي الا اذا كان في استقرار، البلد في حروب. ويمكن هالكلام هذا يمكن تأشير إلى المشاكل اللي عندنا اللي ما بتخلي إنه نحن يصير في تنمية. بدنا استقرار، هاي مؤشر ممكن ناخده نخليه نفكر فيه بعدين لما بدنا نحكي عن المنطقة العربية. هلأ شفنا ثلاث جداول ثبتوا لنا انه ستهبط الامبراطورية الامريكية من مرتبة الاقتصاد الاول في العالم الى المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في عام 2050. هلأ شو بيعني هذا؟ هل يعني امريكا ستنسحب من العالم فورا؟ لا طبعا، هذا حياخد وقت، حياخد وقت كبير لأنه لا تزال الولايات المتحدة كقوة اقتصادية، كقوة مسيطرة بالتكنولوجيا، وممكن حنحكي بالموضوع شوي، حيتأخر. ولكن في دولة اسمها الصين حتكون قطب، بعد فترة الهند حتكون قطب تاني تالت، وطبعا حتتوزع المصالح. يعني اوريدي هلا نحن بنشوف الصين ما تاخرت، بالشرق الاوسط ابتدت تدخل، وين في فراغ عم تدخل. واكبر مثال الاجتماع الكبير اللي عملوه بالسعوديه، وحنحكي عن هالموضوع ليش. طبعا صعود قطب ينافس الولايات المتحدة الأمريكية يعني معناتها حيكون في صراع مع، مش مثل من الناس عم تحكي انه حيكون في حرب او كذا. انا اعتقد رأيي انه ما في حرب بين بعضهم، الحرب هو على من يمتلك التكنولوجيا. اذا منفكر اقتصاديا حنشوف الصين هي مصنع العالم وامريكا اكبر سوق للبضاعه الصينيه، يعني اثنينتهم متبادلين المصلحه. لا امريكا بهمها انه تنضرب الصين، بس ما معناتها انه ما بتمارس ضغوط عليها. حنحكي عن هالموضوع هذا، الصراع بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. حققت الصين خلال 40 سنة الماضية معجزة اقتصادية وأصبحت مصنع العالم، ونجحت في رفع الناتج المحلي للفرد بأكثر من 40 ضعف في 20 سنة، من 155 دولار إلى 6400 دولار عام 2015. والصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة لا يتوقف عند محاربة شركة هواوي
وبعض العقوبات الاقتصادية وحتى الصراع الآن على من سوف يقود قطاع التكنولوجيا في المستقبل. وعملت الصين على زيادة كبيرة في التمويل المالي في خدمة الأبحاث والتطوير، متفوقة بذلك على اليابان ومقتربة من الولايات المتحدة الأمريكية. والمجال الذي تخطط الصين لأخذ زمام الأمور فيه قبل غيرها هو المعايير التقنية. شو المقصود بالمعايير التقنية؟ كلمة بسيطة، في شركات عم تصنع هواتف بدها النظام يشغلوا الهاتف. جوجل عملت برنامج تشغيل اللي هو اندرويد. ساعة ذكية بدك كمان برنامج. مين ما كانت الشركة بدها البرنامج حتيجي تدفع لجوجل. هذا هو المقصود فيه بالمعايير التقنية. مثل مثال تاني، الكابل HMDI اللي بينوصل مع أي جهاز تلفزيون بالعالم. إذن المعايير التقنية هي حتكون الحجر الأساس لأي تقنية جديدة أو سوف يتم تطويرها في المستقبل. يعني شو مثل الكابل، لازم مين ما صنع تلفزيون أنت تكون مصنع الكابل اللي بيمشي على التلفزيون بسلاسة بدون أي إشكال. وهذا طبعا بيعطيك أدفانتج إنه مثل نوع من الاحتكار وتعمل منه أموال. فمن الممكن أن تحقق الجهة التي تنشأ هذه المعايير عوائد اقتصادية. لنفهم الشركات العالمية الكبيرة كيف بينقسموا من خلال نوع الصناعة تبعتهم. في عنا شركات المستوى التالي اللي هي بتنتج منتجات فقط، أي منتج معين ماس برودكشن، منتجات عادية. شركات المستوى الثاني اللي هي بتصمم المنتج وبتطور المنتج، وهذا مثل ما عملت اليابان لما نقلت كل مصانع من اليابان إلى الصين، ولكن بقوا عندهم كل شيء يتعلق بالأبحاث والتطوير باليابان. وطبعا هذا بيعطيهم قوة اقتصادية مالية أكثر بكثير من الشركات المستوى الثاني. المستوى الأول هو الشركات اللي بتوضع معايير. معايير مثل ما قلنا نظام اندرويد، في أمثلة عديدة. نحن كلياتنا هون بنستعمل الواتساب. الصينيين عندهم برنامج اسمه ويشات، أهم بكتير من الواتساب ومتطور كتير عن الواتساب. الصينيين ما بدهم دغري يطرحوه عالميا مثل التيك توك، منتظرين تشغيله بالصين تطويره بعدين بينطلقوا للمرحلة الثانية. ولكن في يعني هل البرنامج هذا الصيني منو مضطر يعرف عربي أو يعرف إنجليزي ليخاطب يعمل شات مع واحد تاني ببلد تاني؟ بيكتب بالصيني بيوصل لك بالعربي، بيوصل له بالفرنسي، بالإنجليزي، بأي لغة. يعني في برنامج فيه ميزات منها موجودة بالواتساب.
كان تطوير المعايير محصورا بين الولايات المتحده الامريكيه، اليابان والاتحاد الاوروبي، ولكن هذا الامر لن يدوم طويلا، وخصوصا بعد اعلان الصين عن خطتها المسمات معايير الصين 2035. الصراع على التكنولوجيا الحديثة فيه أنواع كتير، بس أكتر شيء هلأ في سيمي كوندكتر للصين وأمريكا متخلفين بتصنيعه، كوريا وتايوان هن اللي مسيطرين على هالسوق، بالنسبة للسيمي كوندكتورز هي كوريا وهولندا اللي بيصنعوا السيمي كوندكتورز. أنا مني سامع. بالنسبة للسيمي كوندكتورز صحيح إن المصانع في كوريا وفي هولندا، ولكن الديزاين بتاع السيمي كوندكتورز أمريكا هي اللي بتعمله. مين؟ أمريكا هي اللي بتعمله. هلا اذا بدك بالاسئله ممكن نجاوب على كل هالمواضيع، ها فينا نرد على هالاسئله، ما في اي اشكال. بس انا بقول لك هلا طالما نذكر سيمي كوندكتر، الصين 7% من الانتاج العالمي، امريكا 7%، 17 أو 18 كوريا، 63% تايوان. ومقارعة الصين لبقية دول العالم لا يعني أن ترى فائزا واحد في هذه الحرب يفرض سيطرته المطلقة دون غيره، بل من الممكن أن نرى العالم ينقسم إلى معسكرين، أحدهما يتبع المعايير الصينية والآخر يتبع المعايير العالمية. وهذا طبعا أمريكا اللي عم تحاول إنه الصين إذا عندها شيء وشيء متطور إنه ما كل العالم ياخذه، مثل 5G يعني منعوهم بالأول، في دول أخذته يعني السعودية بالكامل. الصين ما بقت عند الـ5G، بالعكس هلأ عم تدعو بتطوير 6G اللي هو 100 مرة أسرع من الـ5G. يعني صراع خاصة على الأشياء الحديثة مثل الذكاء الصناعي اللي هو هلا في معركة سيمي كوندكتور والذكاء الصناعي. من خلال هالصراعات اللي عم تصير، وانه امريكا عم تهبط شوي وشوي وبطء ببطء، ولكن الصين عم ترتفع بسرعة. شفنا خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر عام 2022 انعقدت 3 قمم عربية في العاصمة السعودية الرياض بحضور 30 قائد دولي ومنظمة دولية برئاسة العاهل السعودي والرئيس الصيني. لماذا هذه القمم؟ الصين ترى أن المنطقة العربية مهمة جدا من ناحية سد الفراغ اللي بدها تتركه الولايات المتحدة. من ناحية تانية المنطقة العربية مهمة جدا لأنه كل طرق التجارة واقعة فيها. وطبعا ثالثا ما
مصدر مهم للطاقة، وخصوصاً أن الصين هي المستهلك الأكبر للطاقة في العالم. ومن المرجح أن يمثل الشرق الأوسط 70% من احتياجات الصين من الطاقة بحلول 2030 من بعيد، إذا بدهم يبتدوا من هلأ. هلأ عم نحكي نحن على الدول كيف صارت، شيء طلع شيء نزل. طيب نحن كدول عربية شفنا انه نحن منا بالعشرة الاوائل، لا بال 2016 ولا بال 2030 ولا بال 2050. وين حنكون؟ فقط السعودية ومصر من الدول العربية سيتم تصنيفها من ضمن قائمة العشرين لأقوى اقتصاديات العالم عام 2050. في جدول حنشوفه بعدين بيبين 2016 2030 2050 كيف مصر والسعودية عم ينمو. ممكن النمو خاصة مصر ممكن يكون أسرع من هيك، لأنه عم يكتشفوا غاز وبترول بكميات كبيرة. ولكن يعني كمان نقطة هيك على الهامش، انه صحيح عندهم بترول وعندهم غاز وعندهم ذهب، ولكن للمواطن ما وصل شيء. يعني هالدخل، زيادة الدخل ما صار زيادة بدخل الفرد. وهي طبعا فينا نفسر ليش كمان. هلأ حكينا عن العالم شو عم يصير بالعالم، طيب نحن شو عم يصير فينا؟ نحن وين؟ والعالم وين؟ وهل ممكن مستقبلاً نروح باتجاه ونوصل للعالم؟ حنشوفها، نلخصها. وين نحن؟ وشو الطريق؟ تملك الدول العربية موارد بشرية وطبيعية ممكن أن تغير وضعها الحالي لولا سوء الإدارة والفساد وأخيراً الصراعات، وهذه مهمة. بلغ عدد سكان العالم العربي 2015 387 مليون نسمة، ويشكل سكان الوطن العربي تقريباً 5% من سكان العالم، ويعيشون على 14 مليون كيلومتر مربع، أي تقريباً على 10% من مساحة العالم. ولكن إجمالي الدخل المحلي للوطن العربي عام 2016 $2.347 تريليون، أي 3.24 من إجمالي الدخل العالمي. 2.347 اللي هي تريليون دولار، هي من الانتاج، مش انتاجية، هي ريعية اكتريتها هي بترول وغاز ومواد خام. فقط انتاجية مصانع منتجات 0.5%. يعني نحن إذا بدنا نوصل إلى 5% كنسبة عالمية بدنا نضاعف الإنتاجية تبعتنا 10 مرات. هل ممكن نضاعف الإنتاجية 10 مرات؟ ممكن إذا نوينا وآمنا بالأرقام وبالدراسات وبالعلم ممكن. يعني أول شغلي أنا قلكم نحن عنا المرأة ما منا شغال، يعني لازم تشتغل. حتى الرجل اللي عم يشتغل، يعني ما بدي أحكي
عبلد تاني. انا احكي على لبنان، الموظف بيروح 8 ونص على الشغل، بيسكر باب مكتبه لساعة 10، بيفتح بيكون خلص سرويته، ساعة 2 بيكون راح على البيت وانتهى الدوام. انتاجيتنا وين؟ نحن دول مش منتجي. لازم يعني انا مش عم يعني احاول همش دور الدول العربية، بس انا بدي افهم نحن وين، وهل في إمكانية من هالوضع هذا اللي نحن فيه نتوصل إلى المستوى العالمي، وكيف؟ هذه الفكرة. هل المؤشر اللي هو الدخل الإجمالي هو وحده كافي؟ طبعاً لا. لذلك خدنا نحن استعملنا مؤشرات اقتصادية مثل مؤشر التنمية البشرية، الحرية الاقتصادية، إجمالي الدخل المحلي، ومؤشر الشفافية الدولية. وهذا مقارنة الدول العربية مع دول العالم. التنمية البشرية، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل على إعداد تقارير للتنمية البشرية العربية في عام 2001، ونشر التقرير الأول في عام 2002، وهذا التقرير يحتوي 3 نقاط كبرى تغيب التنمية وتحول دون تقدم المنطقة. المعرفة، نحن نؤمن بالجهل، المعرفة من عنا. كمان حنرجع ونقول ليش المعرفة نحن بعاد عنا. تمكين المرأة اللي ليس لها حقوق، دول كتير مش مسموح تشتغل. الحرية بشكل عام، يعني انت بدك تقدم، بدك حرية، بيصير في ابداع. يعني بدون حرية ما بيكون في ابداع. اذا انت قامع كل شيء ما بيصير في ابداع وما بيصير في تقدم. ويتمثل السبيل الوحيد لاحداث تغيير واسع النطاق في العالم العربي في إطلاق العنان للابتكار والإبداع، وهذا يتطلب وجود مجتمع مدني غير مقيد. ولابد من ترسيخ الحقوق المدنية الأساسية بدعم من تغييرات عميقة في نظام التعليم وإصلاح قانون الأسرة وإتاحة حيز أكبر لوسائل الإعلام والثقافة. ويقاس مفهوم التنمية البشرية بمقدار رفاهية الإنسان المتوافرة والتي تتخطى الدخل لتشمل عوامل أخرى مثل التعليم والصحة. إذا منروح على الشرط اللي ظاهر، منشوف تنمية مرتفعة جداً بالقياس للعالم، دول الخليج اولا، وبعدين في تنمية مرتفعة اللي هي عمان، لبنان، الجزائر، الاردن، تنمية متوسطة مصر، فلسطين، العراق، المغرب، تنمية منخفضة، طبعا هذا انا عم نحكي بال17، سوريا لسبب انه كانت الاحداث تبتدي الى اخره. اذا بينقصنا شيء بالآخر. يعني شوف القطر اللي هي رقم واحد بالتنمية البشرية بالدول العربية هي بالترتيب العالمي 33، ليبيا 102، يعني
وهي يعني 9 دول تحت المية والباقي كله فوق المية بالترتيب العالمي. يعني لما يكون ترتيبنا بشغلة من مؤشر فوق المية يعني معناتها نحن بوضع لا نحسد عليه. ناخذ مؤشر تاني. مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر الحرية الاقتصادية مهم جدا، مهم جدا جدا. إذا أنت عايز تنمي بدك تفتح البلد بدك تجيب تكنولوجي من برا نوهاو. نحن عنا مسكرين البلد حتى بالنسبة لي. في ناس بتحب تعمل مصانع يخلقوا له قصص انه بصير اذا بده يصنع التكلفة عنده زائد من خلال ارتفاع مثلا الكهرباء او منى موجودة الكهرباء. يعني مصانع البلاستيك المفروض ما توقف نهائيا، تشتغل 24 ساعة. اذا بيشتغل 8 ساعات وبيوقف بيخسر. يعني بصير نحن منك قادر انت تنتج وتصدر. بعدين نحكي شوي ونشوف الأرقام. تسهم الحرية الاقتصادية في النمو الاقتصادي بما توفره من تعزيز التنافس بين الأطراف الفاعلة، مما يؤدي إلى زيادة الابتكار والفاعلية والإنتاجية وزيادة الاستثمارات. وتعمل سيادة القانون على حماية حقوق الملكية والحقوق التعاقدية، مما يوفر حماية للحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. عام 2017 أظهرت إحصاء مؤشر الحرية الاقتصادية خروج العراق، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن من التصنيف. وهذا مأساة من المآسي. في دول مسكرة بالكامل، يعني زي الجزائر. تقرير معهد هيريتاج فاونديشن الأمريكي، يعمل الإمارات، قطر حر إلى حد كبير، البحرين، الأردن، الكويت، السعودية، عمان، المغرب، متوسط الحرية، تونس، لبنان، مصر حر إلى حد كبير، السودان، الجزائر مقبول. هل كلمة مقبول حتأثر على الوضع الاقتصادي ودخل الفرد بالجزائر مقارنة بدول تانية بشمال أفريقيا؟ حنشوفها بجدول قادم. طبعا الجزائر من أسبوعين لأول مرة فكروا أنه ندرس موضوع الانفتاح مشان نستقطب استثمارات أو تكنولوجيا من برا. السعودية كانت قديما مقبول، ولكن حطوا أنظمة صار يعني متوسط الحرية. لبنان لا يزال غير حر بأشياء كثيرة بعملية موضوع الاستثمار، وهذا طبعا بيأثر على التنمية. يعني كيف بدك تعمل تنمية وانت مسكر البلد وما في قوانين وما في؟ بس هذا واقعنا.
طيب نشوف مؤشر كمان المؤشر الثالث هو إجمالي الدخل المحلي تواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية وتداعيات الظروف الإقليمية السائدة والأوضاع الداخلية غير المؤاتية في عدد من الدول العربية أهم عوامل التي أثرت في الأداء الاقتصادي في الدول العربية عام 2016. يعني انخفاض الأسعار البترول عم نحكي نحن من 7 سنوات، هلأ الأسعار البترول أرفع شوي. وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية مجتمعة من 2.437 تريليون دولار عام 2015 إلى 2.347 تريليون دولار عام 2016. يعني الدخل الإجمالي بدل ما يزيد عم ينخفض. طبعا هذا بيأثر مباشرة على انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي من 6832 دولار إلى حوالي 6420 دولار. ترتيب الدول العربية في الدخل إجمالي الدخل، أول شغلة إذا بننظر لهالجدول بنشوف أسماء الدول العربية فقط بدون ما نحكي اقتصاد أو أي شيء، أسماء هتتفاجأ بكام معركة لازم نعمل لنغير مثلا اسم المملكة العربية السعودية مش باسم شخص، أو الأردنية الهاشمية أو موريتانيا. موريتانيا اسمها الجمهورية الإسلامية الموريتانية. طيب بموريتانيا في لا يزال حتى الآن فيك تشتري عبد وفيك تبيع عبد، يعني ما لازم حدا، المسلمين ما لازم يقبلوا انه يكون هاي دولة مسلمة. اذا فقط من خلال الاسم حتكتشف مشاكل عويصة. هلأ في مشكلة تانية بدون ما ندخل بالاقتصاد اللي هي عدد الدول العربية. جامعة الدول العربية بتقول والله 22 رسميا. طيب نحن 22 بس في دولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الصراع بين الجزائر والمغرب عليها موجودة، السودان دولتين، إذا صاروا 24. يمكن بعد فترة اليمن تصير دولتين 25. يعني من الاسم والعدد عندنا إشكال. يعني بس لنشوف نحن وين، يعني هالتعمق بهالقصص هاي بس لنشوف نحن وين وهل ممكن نروح. طبعا هون عنا عدد السكان، عنا الدخل الفرد والرواتب شهرية. أنا حكينا لما عم نحكي عن الحرية الاقتصادية وقلنا انه الجزائر مقبول، حنطلع نحن راتب الفرد طبعا ب 2016. تونس 285 دولار شهر،
الجزائر 293، كيف بلد بترول وكميات ضخمة ومساحة وسكان أكثر ونفس المعارض؟ طبعا هذا من تأثير أنه بلد مقبول. لا يمكن يكون في نتيجة. هلا ما بدنا نحكي بالسياسي، بنقول أنه أي بلد بيحكمه عسكر ما في تنمية. خلينا بس نحكي أرقام اقتصادية، إنه ما في حرية اقتصادية إذا ما في حيكون في نتيجة كويسة. لبنان 2016 دخل الفرد $1,009، هلا لا تتجاوز $54. يعني بس نتصور نحن قديش عم نرجع لورا وبسرعة. هلا ممكن نكمل نحن، بس اللي ممكن من خلال الدخل نركز انه الدول العربية ممكن تنقسم الى 3 أقسام: دول الخليج، الدول الثانية، بعدين الدول اللي هي أفريقية مثل جيبوتي، جزر القمر، الصومال، رغم انه الصومال عانوا كتير، أوضاعنا الاقتصادية هلأ عم تتحسن شوي، بس ما معناتها انه صاروا كويسين، عندهم مشاكل وصعب تنتهي. المؤشر الأخير اللي هو الشفافية. في بالعالم منظمة اسمها الشفافية العالمية، عملت تقرير 2017، 180 دولة. حنشوف نحن شو وضع الدول العربية بالنسبة لهالمؤشر هذا. حنتفاجأ الإمارات ترتيب رقم 21، من دول وبعدين حنصير من فوق 100. يعني البحرين 103 ترتيب العالمي من أصل 180، الجزائر 112، مصر 117، 122. يعني إذا بلد ما في شفافية وما في حرية اقتصادية وما في دخل، كيف حينمي؟ يعني السؤال اللي أنا طرحته، هل في أمل؟ طبعا في أمل، بس كيف؟ العملية مش سهلة. لازم نحن أول شيء نؤمن بالعلم بالأرقام حتى نقدر نغير الوضع. معوقات التنمية في البلاد العربية: ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن عدم توفر فرص العمل وخاصة في الدول الغير النفطية. يعني الربيع العربي حدث لأنه في شباب تخرجوا من الجامعات ما وجدوا عمل. هالأنظمة العربية مش قادرة بقى تقدم لمواطنينا أي شيء، فشلوا بأي شيء. معدل نمو فرص العمل المتاحة أقل بكثير من معدل النمو السكاني. طبعا إذا ما في دراسات، ما في انفتاح، بصير المعدل السكاني أسرع نموا من نمو الوظائف. تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع حجم الديون الخارجية، إذ يتحول جزء كبير من النمو الاقتصادي لخدمة الدين. يعني كل الدول العربية بتدين أموال
بدل ما يعملوا مشاريع إنتاجية بيصرفوا هذه الأموال يمكن دعم الخبز دعم الطحين ما بعرف المهم بيصرفوا الأموال كمان. إذن جزء كبير من النمو الاقتصادي بيروح لخدمة الدين العام. في تقرير مشاركة العالم الصادر عن البنك الدولي، نجاح الدول العربية في استغلال نصف إمكانياتها يعني التجارية والاستثمارية فقط سيتيح لها زيادة ناتجها المحلي المقوم بنصيب الفرد 4 أضعاف فورا. يعني في عنا دول بترول وكتس الأموال منها عم تعمل فيها شيء يا بالبنوك برا أو حطينا عندهم ومنن عم يستفيدوا منها هالأموال. هاي إذا صار في مشاريع استثمارية بالوطن العربي مثل السودان نعمل زراعة، على فكرة يعني أنا بتجنب أحكي بالسياسي بس هيك فكرة بسيطة، المسار الإبراهيمي اللي هلأ نحن عم نسمع عنه والتطبيع ما هو هذا عملوه مع الإمارات مشان يستفيدوا من هالأموال المكتسة هوني. يعني ما تستغرب إنه الإسرائيليين فهموا اللعبة ونحن نايمين ما فهمنا شيء، هي خارج الموضوع ما بدنا نحكي بالسياسة. الدول العربية لا تستغل أكثر من ثلث الأراضي الصالحة للزراعة وأموالها مقدسة في البنوك الأجنبية، يعني مثل السودان. على فكرة السودان يعني في أراضي ولكن السودان مش مهيئ إذا صار في استثمارات إنه يستغل هالاستثمارات. أنا بذكر بالسعودية في شخص، في 3 أشخاص راحوا حطوا 1.8 بليون دولار استثمار بأراضي. واحد رايح الأراضي بعيدة من الخرطوم بده يروح بيستأجر طيارة، قالوا له لا أنا أعطيك طيارة يا عمي أنا بستأجر كل مرة لا أنا أعطيك طيارة. طلعت الطيارة فيه وعي، يعني مش شيء بيضحك، يعني شيء بيبكي إنه نحنا منا قادرين نأمن لواحد حاطت 1.8 بليون دولار ينتقل من محل لمحل لهالدرجة. طبعا معظم الأسواق العربية أصغر من أن توفر قواعد صلبة لنمو حيوي ومتنوع ويقوم على صناعات وخدمات. لذلك على الأقطار العربية تحقيق اندماج اقتصادي فيما بينها. أنا ما بعرف ممكن لكم أرقام، أوائل الثمانينات كانت التجارة البينية بين الدول العربية بين بعضهم 8-11%. هذه النسبة ارتفعت بداية القرن 21 إلى 36%. حرب العراق اجت 2003 وبعدين هالنسبة هاي بدل ما ترتفع وتوصل ل80 مثل الاتحاد الأوروبي نزلت ل12%. كمان هاي منا سياسي
يعني بس رقم نتساءل ليش وشو معناه. طيب رغم كل هالأرقام ها، هل هناك أمل؟ من الأرقام والجداول والمؤشرات نكتشف أن المنطقة العربية تعيش أزمة حقيقية سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، والأزمة لا تفسر بردها إلى الاستبداد السياسي أو إلى الاستعمار الخارجي أو إلى مجرد الصراع العربي الإسرائيلي. يجب تفسير الأزمة بردها إلى الأفكار والعقول والتصورات وإلى نمط التفكير وقوالب المعرفة وشبكات القيم ونماذج الثقافة. يعني أنا ممكن لكم ببساطة، عندنا عادات وتقاليد سيطرت على عقل الإنسان العربي، العقل منه شغال، العقل منه شغال. إذا العقل منه شغال بنخسر. مثال بسيط، السياح الكويت خسر العرب 650 مليار دولار في أغسطس 1990. 650 مليار دولار، هل هي كافية لنمو الوطن العربي بالكامل؟ نعم، راحت بشهر. برضو نرجع، هل هناك أمل؟ نعم. إذا بنينا التعليم والعمل كحل لمشاكلنا ولمحاربة الجهل والمرض والفساد، عندنا مشكلة بالتعليم بالوطن العربي. أساس مشكلة التعليم شكله كمان. لنرجع للأرقام، بتشوف أنت الميزانيات الدول العربية، الأفرج التعليم هو 4.5. أنا أعطيكم مثال صار ببداية التسعينات، كانت مصر الميزانية تبعتها 36 بليون دولار، 4% التعليم. انخفض الجنيه المصري ونزل الميزانية من 36 بليون إلى 25 بليون، ولكن 4% ما تغير. السكان عم يزيدوا، المبلغ قل وهو تعليم. يعني معناته التعليم ساء. عندنا بلبنان مثال، عملوا تعلموا الطلاب من 8 إلى 4، عملوا مدرسة من 8 إلى 12.5، من 12.5 ل تلاميذ تانيين بيجوا. يعني تأثر التعليم مزدوج. نعم، دوام مزدوج يعمل بالضبط. بالضبط، يعني ما هون انت بتكتشف انه بكندا بيسكروا سجاد. ليش؟ لانه كافي. نحن عنا اصلا ما عملوا، ما عملوا العمل. يعني فكره العمل، يعني ما نضحك على بعضنا، نحن ما موجودين عندنا. يعني ما في خطاب، لا الخطاب الديني ولا السياسي. يعني الخطاب الديني شو بيقول؟ بيقول لك تعلم امور دينك، ما بيقول لك تعلم علم واعمل الى اخرته، ما قال لك انتم. ونحن بالفعل منا منتجين. يعني انا ما بدي احكي عن السعوديه هل بيشتغلوا ولا لا، انا بدي احكي عن لبنان. في بلبنان ناس الشغل عيب، مش انه ما بيشتغل، الشغل عيب يعني لهالدرجة. خلينا نشوف مشاكلنا بشكل صح. النهضة الحضارية والتنمية الشاملة تتطلب من القوى الشعبية صاحبة المصلحة في إحداث هذه النهضة وعيا بأهمية وضرورة تغيير الأوضاع القائمة.
تحقيق تنظيم اجتماعي كفؤ قادر على إطلاق طاقات القوى البشرية وتنميتها وتطوير قدراتهم واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال. قبل ما نوصل للآخر بدي أقول لكم شغلي، شو اللي بقصد إنه نحن المخطئين مش للاستعمار ولا الصراع الإسرائيلي ولا يخصص العالم 2% من الإنتاج الإجمالي للبحث العلمي، الدول العربية مجتمعة 0.3، المغرب 0.2، سوريا لبنان تونس السعودية 0.1. ما تتفاجئوا الكيان الصهيوني 4.7. خلينا بقى نشوف الحقيقة، نحن اللي صار فينا نحن عملناه ونحن فينا نصلحه. وشكرا.